أهلا بكم في سلسلة فيديوهات قصيرة للتعرف على استخدام نظام Blackboard للتعلم الإلكتروني. نظام Blackboard يتميز بإمكانية استخدامه في تدريس المقررات مباشرة أو عن بعد. يمكن تسجيل حضور الطلاب واطلاع الطلاب على مواقفهم من الحضور ومن المتطلبات المقررة عامة أول بأول. ويتميز أيضا بإمكانية استمرار وجود المادة العلمية المستخدمة للطلاب للاطلاع عليها والاستفادة منها طوال الفصل الدراسي، وإمكانية معرفة مدى استخدام الطلاب للمادة العلمية من خلال تعقب زياراتهم عليها. ويمكنكم أيضا إنشاء فصول افتراضية مع إمكانية تسجيلها. هذا البرنامج أيضا يوفر عدة أدوات تواصل بين الطلاب وعضو هيئة التدريس أو مع الطلاب الآخرين بينهم وبعض، مثل الإيميل والرسمي والمنتديات. وأيضا يمكن تقييم الطلاب من خلال الواجبات والاختبارات واستطلاعات الرأي واستلام الإجابات والتعليقات عليها، وإنشاء بنوك الأسئلة واستخدامها وتطويرها، ومع كل فرصة دراسي يمكن تنميتها واستخدامها أيضا. ويمكن تقديم التغذية الراجعة للطلاب، وأيضا في البرنامج ممكن أن يوفر برمجيات لكشف الانتحال السرقة العلمية في الإجابات والواجبات والبحوث والاختبارات الفصلية والنهائية. أولا، للدخول على البرنامج يمكن زيارة موقع الجامعة حيث الخدمات الإلكترونية أو عمارة تقنية المعلومات، أو استخدام المرابط الموجود أمامكم مباشرة وهو اختصار لـ Learning Management System lms.imamu.edu.sa lms.imamu.edu.sa. ستكون أول صفحة باللغة العربية، ولتغيير هذه الواجهة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية يمكن الضغط على حرف W في أعلى الصفحة على ناحية اليسار. سيكون لنا خياران English أو اللغة العربية، نختار اللغة الإنجليزية. هنا نكتب اليوزر نيم، الاسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم يكون أول دخولنا على البرنامج. هذه هي الصفحة الرئيسية. أعلى الصفحة على اليمين هناك هوم بيج وكورسز. سنعطيكم الأشياء المهمة العملية حتى تستفيدون مباشرة. ندخل على كورسز. سيكون عندنا كورس ليست. هذه الكورس ليست هي قائمة المقررات التي تم ربطها باسم عضو هيئة التدريس. إذا لم تربط هذه المقررات باسم عضو هيئة التدريس فعليه أن يتواصل مع عمادة التعليم عن بعد أو يقوم بإجراءات سنتكلم عنها في فيديو مختلف بإذن الله. الآن هذه مقررات قديمة تم تدريسها من قبل. سنفتح أي مقرر قديم ثم نعمل عليه. على اليسار قائمة موجود فيها تعريف المقرر، نجل 225، و كورس منيو تحتوي على هوم بيج، انفورميشن، كونتنت، ديسكشن، جروب، تول، هيلب. هذه القائمة يمكن تغيير مسماتها. هذه المساحة التي يعمل بها فيها عضو هيئة التدريس لإنشاء المحتوى وتدريس المحتوى للطلاب. هنا يمكن أن نغير مثلا information، هذه يمكن أن تعطي معلومات أكثر على البرنامج، أو ممكن نغير اسم البرنامج بالضغط على السهم الصغير هذا بجانب الاسم. ستجد rename link، نضغط على rename link نسميه مثلا syllabus، ثم نوافق، نضغط على اللون الأخضر، سيتغير اسم الرابط إلى الاسم الجديد الذي اخترناه سيلابس، ونضع ثم نضغط على سيلابس لإنشاء
المحتوى الذي سنقدمه للطلاب في هذا السلوس وسنأتي إليه بعد قليل. أهم شيء في هذه القائمة هي المحتويات content، هذه التي نستخدمها دائما في كل أمور المقرر. ستجد على اليمين في الصفحة build content، بناء المحتوى، assessment، تقييم، عمليات تقييم، tools، الأدوات التي نستخدمها في المقرر في التدريس. أما الأخيرة partner content فهي ليست مهمة في هذه المرحلة. قبل أن نتعرض للمحتوى وكيف ننشئه، هناك بعض الأمور التي لابد أن ننبه عليها. لابد أن حينما تبدأ في إنشاء المحتوى تتأكد من وجود علامة خضراء on، أنه يمكنك إضافة محتوى. edit mode هي في أعلى الصفحة على اليمين، ستجد موجود مكتوب edit mode، فأنت لابد أن تضعها on دائما حتى حينما تعمل على المقرر، وحينما تريد أن تغلقها أغلقها حتى لا تخطئ وتنشئ محتوى يراه الطلاب وأنت لم تقصد ذلك. فهذه الأداة أو هذه الوظيفة هي تمكنك من إدارة المحتوى وإضافة المحتوى وتحريره. بجانب هذه الوظيفة هناك أيضا student preview، هي معاينة للطلاب بعد أن تنشئ المحتوى، تريد أن ترى كيف يراه الطلاب. فلو ضغطت على هذه الوظيفة أو هذا الزر سترى كيف يرى الطلاب ما قمت بإضافته. نرجع مرة أخرى للقائمة الرئيسية. هنا قائمة للمقرر، ثم في أسفل هذه القائمة قائمة أخرى تحت ما يسمى Course Management. يمكن تغيير مسميات الروابط في كورس منيو، ولكن في القائمة الثانية لا يمكن تغيير هذه المسميات من خلال عضو هيئة التدريس. هذه أشياء ثابتة لإدارة محتوى المقرر. سنأتي لإدارة محتوى المقرر بعد مرة أو اثنين، ولكن دعنا نبدأ بأهم نقطة في البداية وهي إنشاء المحتوى، وهي من خلال content. قبل أن ننشئ المحتوى هناك بعض الزملاء يقولون أنه لا توجد عندهم هذه القائمة، لكن لو وضعت الكرسر على العمود المنتصف أو الذي يقع في منتصف الصفحة هنا، وليس المنتصف أو الذي يفصل القائمة بباقي الصفحة، ستجد علامة سهم. إذا ضغطت على هذا السهم ستختفي القائمة. إذا أردت القائمة مرة أخرى تضغط على السهم ستأتي القائمة. هنا نبدأ في، هناك أشياء كثيرة جدا، ولكن نريد أن نأتي للمهم ونأتي للمحتوى content. لدينا أول شيء في المحتوى build content، بناء المحتوى. هنا يمكن لعضو هيئة التدريس، لكل الأستاذ، أن يضيف أي منهج للطلاب، أي مادة علمية للطلاب. ممكن يضيف ملف PDF، Word، أو أي نوع من الملفات. ممكن يضيف أوديو فايل، ممكن يضيف image، ممكن يضيف فيديو، وممكن يضيف رابط ويب لينك من الانترنت. ممكن يضيف learning module أو lesson plan، syllabus، course link، content package. نحن هنا أضفنا syllabus في الأول، ممكن أن نؤجله إلى إضافته في هنا في تحت build content. لنجرب إضافة عنصر. أولا نضيف عنصر، نضغط على عنصر. هناك يمكن أن تضيف عنصر بمادة علمية، مثلا ورقة أو ملف أو أي شيء، تعطيها اسما، مثلا lesson 1
الدرس الأول، ويمكن أن تغير لونه من هنا باللون الذي تريد. ثم تكتب وصف لهذا العنصر، يعني مثلا تطلب من الطلاب أو تكتب أهداف الدرس مثلا، أو أي شيء تريد أن توصله للطلاب. نكتب مثلا أي شيء تجريبي، مرحبا بكم مثلا، مرحبا بكم. ثم يمكن أن تضيف ملف مع هذا الوصف من خلال براوز ماي كمبيوتر، وتضع الملف الذي تريد أو الدرس الذي أو الباوربوينت أو أي شيء تريد توصيله للطلاب، ثم تضغط سبميت. تمام، هكذا أنشأنا الدرس الأول بالأحمر وقلنا مرحبا بكم، ويمكن للطلاب رؤيته والتعامل معه. يمكن أيضا لو ضغطنا على content سنجد أننا يمكن أن نضيف فايل. الفرق بين فايل وعنصر أو item هو أننا يمكن أن نصف العنصر، ولكن هنا لا نصف، نكتب اسم ملف مباشرة، نقول listen to معذرة listen to، ثم نختار الملف من الكمبيوتر browse my computer، ثم نختار الملف الذي نريد أن نعطيه للطلاب، ثم مثلا نختار ملف موجود على سطح المكتب، أي ملف، مثلا نأخذ مثلا صورة ونسبمت. هنا الدرس الثاني، أخذنا صورة في الدرس الثاني. هنا أضفنا عنصر بوصف أو ملف بدون وصف. يمكن في هاتين الوظيفتين يمكن أن تقدم الدروس التي تريد أن توصلها للطلاب، ولنكمل في فيديو قصير باقي متطلبات إدارة أو إنشاء محتوى المقرر. شكرا لكم.